شفت امبارح لقاء الزمالك والاسماعيلي ازاي وتطور اداء بعض اللاعبين؟ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هو الفوز في مباراه الاسماعيلي كان شيء مهم جدا مم. وفي المرحله دي بالتحديد من بطوله الدوري الأد... يعني الكلام عن الاداء ممكن يجي في اخر في اخر حاجه اهم مم. حاجه اي مباراه هي مباراه كؤوس خصوصا بعد ال ست نقاط ضع قدام آه تفريط في نقاط وطلع الجيش صحيح. اه فانت دخلت في مرحله لا تملك رفاهية التفريط في, في, في اي نقطة صحيح وبعدين في مباراة فاصلة يوم 19 يوليو امام الاهلي مباراة تكون مؤثرة جدا في اه بس انا اوضح هي ليه مباراة فاصلة هي ليها اكثر من اهمية اهمية ان هي لقاء ديربي مهم جدا انك تفوز على المنافس المباشر ليك يعني قطبين في اللقاء فمهم جدا انك تفوز ده جماهيريا تاني حاجة ده لقاء بستة بون لو قدرت تفوز فيه ان شاء الله آه. تقرب جدا خلاص عدد النقاط اللي فقدها الزمالك اكبر م. من عدد النقاط اللي فقدها الاهلي ف كان الفوز على الاسماعيلي فوز مهم جدا بعد الفوز على اسوان في, الكاس كمان ما ننساش فيه آه في طبعا في ايجابيات كتيره جدا في في المباراه اهمها ان عدد الفرص المتاحه للتهديف في المباراه دي كان اكتر بكتير من مباراه الانبي وطلاع الجيش واسوان انا عندي مهم جدا لحضرتك هل الفرص اللي كانت موجوده في اللقاء امبارح عشان الاسماعيلي برضو نازل يهاجمني ويلعب بشكل هجومي ولا علشان فريرا واللعيبه عملوا حلول مختلفه عن اللقاءات اللي قبل كده؟ لا هو الاسماعيلي ما ما لقاش في شكل هجوم الاسماعيلي كان بيدافع يعني بس مش بغرد... مش هيدافع زون ديفينس مش هيدافع دفاع منطقه زي اسوان يعني لا هو كان بيه فعلا كده بيفقد الكره لعشرة 10 وسط ملعبهم حتى كان الزمالك كان بياخد وقت كتير في التحضير ما بين الونش وعلاء وعبد كان مم. ده بيهدر وقت كتير في ال... في, في التحضير لان ال 10 لعيبه بتوع الاسماعيلي قدام محمد فوزي مم. فدي قفلت المساحات قدام لعبه الزمالك بشكل كبير وكان لازم حلول ويمكن الهدف الاول جه الحل عن طريق وان تو من اشرف بن شرقي وعبد الله جمعه